جودة المنتوج، لأن الخرفان اللي استوردهم المغرب كيتوفروا على بعض المعايير اللي هي معايير جد جد ملزمة للمستورد، وما يمكنش خروف يدخل للمغرب إلا ما كانتش كتوفر فيها هاد المعايير هذه. المسؤول الأول والوحيد باين عند المغاربة شكون هو؟ شكون هو سي سعيد؟ الحكومة، الحكومة اللي كترأسها السي عزيز أخنوش. ولكن هنايا ما خصناش نلومو غير السي عزيز أخنوش، خصنا نلومو حتى السي عزيز، حتى السي عبد الإله بن كيران اللي خرج لنا مجلس المنافسة. حزب العدالة والتنمية هو السبب الفضيحة الكبيرة. جا موراه السي عزيز أخنوش اللي هي حتى هو مسؤول كبير في هذا المشكل هذا، لأنه كان هو وزير الفلاحة لسنين عدة، واليوم راه كان جاب لنا غير الصديق ديالو هو اللي داروا دابا وزير الفلاحة، منهم منكم وإليكم، لضمان استمرارية حقبة ديال السيد رئيس الحكومة اللي كان في وزارة الفلاحة. حنايا الشعب اللي جبنا عزيز أخنوش، حنا الشعب اللي جبنا عبد الإله بن كيران، وعلى هادو هما اللي كيتحملوا المسؤولية ديال غلاء الأسعار، حرية الأسعار. ولكن تما واحد الفصل أساسي اللي ما بغاش يستعملوا رئيس الحكومة، وهو يحق لرئيس الحكومة أن يضع يده وأن يوقف عمل مجلس المنافسة لمدة 6 أشهر في أي منتوج، ويلزم الأثمنة اللي بغت الحكومة لمدة 6 أشهر. هاد 6 أشهر هذه جد مهمة من أجل ضمان التوازنات الماكرو اقتصادية في المغرب. السيد الحكومة ما بغاش يديرها. حكومة احنا باينة حكومة متكبرة، كتقرب عندها غير الناس اللي بغات، وكتدعم غير الناس اللي بغات، وكتسهل الأمور غير الناس اللي بغات. راسلنا السيد جناب وكيل الملك في موضوع ديال النقل بمحكمة الابتدائية بالناظور، المراسلة عندنا رسناه وعطينا له الوثائق وعطينا له حتى التاريفة، وقلنا له بأن النيابة العامة مسؤولة على مراقبة الأسعار والغش، وحنا حطينا له شكاية. أؤكد لك بأنه لم يتم تحريكها، بحال النيابة العامة ما عايشاش مع المغاربة، بحال الوكيل العام للرئيس النيابة العامة ماشي مغربي، ما كيركبش ترونسبور بوبليك، ما كيعيش، ما عندوش خوه، ما عنده عمو، ما عنده حتى واحد اللي يقول له الطريفة طلعت. نورمالمون هادشي خصو فتح تحقيق وشوفوا شكون اللي رفع التعريفة. هادو هما المشاكل، بما يبين كاين تسيب حقيقي للهدف ديالو الأساسي، وهو حلب المواطن المغربي. ما كاينش من يحمي المواطن المغربي. سعيد السلام عليكم ومرحبا بك معنا. وعليكم السلام ورحمة الله، وكنشكر الموقع الإلكتروني ديالكم رفديا على الاستضافة ديالي. سي سعيد، كسؤال أولي يعني بغيت نطرحه عليك، هو ما هي الأسباب الحقيقية للارتفاع الصاروخي في أسعار الأضاحي في هذه السنة؟ الواقع بأن هذا الموضوع الساعة، وبأن الجميع يتساءل حول أسباب ارتفاع الأسعار ماشي هذه السنة، وكان بل حتى السنة الماضية اللي هي أسعار صاروخية ارتفعت على غفلة لم يكن يتوقعها المواطن المغربي بجميع شرائه الاجتماعية. الأسباب ديالها هي أسباب يعرفها جميع الشعب المغربي، وأصلها أولا المضاربة وانعدام المراقبة وعدم وجود رؤية واقعية لإيجاد الحلول من قبل الحكومة. هادو هما ثلاثة النقاط الأساسية ديال أسباب ارتفاع الأسعار. سي سعيد، على بعد 14 يوم من عيد الأضحى، العيد الكبير كما كيسميوها المغاربة، يعني واش كتوقعوا باش يكون شي انخفاض في الأسعار في الأيام المقبلة، ولا الأسعار مازال غادي ترتفع؟ اولا نهنئ الشعب المغربي ونبارك له ونبارك لجلالة الملك سيدي محمد السادس بحلول عيد الأضحى. هذا العيد اللي كيكون كل يوم 10 من ذو الحجة بعد وقوف المسلمين في عرفات، ينحر المسلمين أضاحيهم تقربا من الله
تنزيلا لشريعتهم، خصوصا أن هذه الشريعة هي شريعة إبراهيمية سار على نهجها حبيبنا ومولانا المصطفى سيدي محمد، مولانا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة الأسعار ديال الأضاحي هي مسألة السبب ديالها الأساسي كيف قلنا أولا وهم المضاربين، وهم فئة من المجتمع الذين يتطفلون على المهنة، على مهنة تكسبت نتاع الأغنام، كيمشيو للأسواق ولا كيمشيو عند الفلاح كيشريو من عنده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي ومتابعات رفدية في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج الجديد الذي سيعد على موقعكم رفدية أسبوعيا كل جمعة. الحلقة الأولى نستضيف فيها السيد سعيد الشنطي رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان. الأسواق فين كتباع الأضاحي كيدخلوا ليها ناس لهم كيجيبوا كيمارسوا هذه المهنه هذه سنوين، واحد عنده كابيتال ديال الفلوس كيشري على الفلاح وكيجي ما مسجل في الغرفه الفلاحيه، ما عنده ريجيست كوميرس فلاحي، ما عنده شهاده كساب، ما عنده الشهاده ديال بانه كيسمن الحواله، ما عنده الشهاده فلاح، وكيدخل وكيجيب واحد المنتوج ما عارفينش حنا منين شراه، ما عنده فاتوره، ما عنده حتى شي حاجه، ويبدا يضار فيه ويسلب الاموال ديال الشعب المغربي. هنايا كاين جوج الحوايج، الاسواق الاسبوعيه مخصصه لاصحاب المنتوج، شكون هما؟ هما الفلاحه وهما الناس اللي كيسمنوا الحواله. كان من الواجب على الدوله، هنايا كنتكلم على الحكومه، لا وزاره الفلاحه لا وزاره الداخليه، قبل ما تجي شي واحد يبيع شي حولي نشوفوا واش عنده الروجيست كوميرس ديال 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 ديال, ديال الاتجار في هاد المنتوجات. ثانيا نشوفوا الوثائق ديالو الصحيه والطبيه وشكون هو، وفي نفس الوقت هاد الخدمه هذه كامله غادي تعطي تاثير كذلك حتى على السجل الاجتماعي الموحد، ونعرفوا هاد الناس هادو فين غادي نصنفوهم، واش في طبقه الفقراء ولا في طبقه الاغنياء. وفي زيدوا على ذلك، الا واحد السيد ما عندوش ما يثبت المهنيه ديالو وما يثبت بانه يعمل بشرف في هذه المهنه، في القانون واضح تحجز المنتوج والسيد يتعاقب باش تبقى البلاصه للفلاح، واللي كيسمن الحواله هو اللي غادي يبيع مباشره اما للمواطن في سياق هذه الشعيره، اما للناس اللي كيديروا الحفلات والعراسات كذلك عبر الاسواق، اما للمجازر. ولكن بهذه السيبه هذه من يتحمل اولا المسؤوليه؟ هي الحكومه وهي السلطات الاقليميه في جميع ربوع المملكه، لانعدام المراقبه والتسيب في هذا المجال هذا. سي سعيد، اخبار رائجه منذ يوم الاثنين على مستوى الدول العربيه وهي الاردن، الجزائر، تونس، مصر ودول اخرى، تفيد بان انهيار بان الاسواق في هذه البلدان انهارت بشكل كلي بعد ان استوردت الاضاحي من دول اوروبيه كاسبانيا، رومانيا، سويسرا، اوكرانيا. سي سعيد، كيفاش كتوقعوا الاسواق المغربيه؟ واش هذا الانهيار في الاسعار انهيار كبير؟ واش يعني منتظر في السوق المغربيه ولا لا؟ انا كنعتقد بانه الى مشت الامور على ما يرام بان الاسعار ستعرف بعض التراجع الطفيف في المغرب، ما نقولوش انهيار بل تراجع طفيف. علاش؟ لان الطبقه المتوسطه او الطبقه الفقيره ستتجه اكيد ستتجه نحو المنتوج المستورد نادرا بانه يتماشى مع القدره الشرائيه للمواطن المغربي. اما بالنسبه للمنتوج المحلي
اما بالنسبه للمنتوج المحلي حتى هو غادي يعرف واحد الانخفاض طفيف، ولكن ماشي داك الانخفاض اللي كنا كنعرفوه قبل هذه السنتين الاخيرتين. يعني غادي يبقى شد في بلاصتو نظرا لمجموعه الاشياء، خصوصا مساله المضاربين، الناس اللي فاتحين الرحابي كي كنقولوا حنا، الرحبه فين كتباع الغنم، وبان ناس ماشي مهنيين، ماشي موالين كي قلنا، ماشي موالين الكسيبه، ماشي موالين ديال التسمين، وهما اللي شادين وكيبيعوا. يعني احتكار علني. هذوك الناس خصهم يربحوا، وما كاينش شي واحد اللي غادي يقبل بانهم يربحش اكثر من 500 حتى 1000 درهم في الخروف الواحد. هذه الامور هي واضحه، ولكن في نفس الوقت انا اعتقد بانه سيحصل تراجع طفيف جراء هذه السياسه الاستراتيجيه ديال دخلنا منتوج خارج ديال المغرب للوطن هذه السنه. هذه سي سعيد، هناك اشاعات كيتم الترويج ديالها بخصوص الخرفان المستورده من بعض الدول الاوروبيه واللي كتصب في المعتقد الديني والمجال الصحي للمواطن، شنو الراي ديالكم فيها، ومن المسؤول عن التصدي لهذه الاشاعات التي تروج على نطاق واسع لدى جموع المغاربه؟ بطبيعة الحال دابا حنايا رانا هاد الاسابيع اللي باقيه العيد الاضحى هي اسابيع ديال المنافسه بين التجار، وهو غادي يكون هناك منافسه شرسه، واكيد ما غاديش تكون نزيهه، غادي تكون فيها حرب اشاعه قويه بين كسابي المنتوج الوطني والمستوردين. ولكن حنايا كنسمعنا هذه الاشاعات، هذه اللي هي اشاعات خطيره، وكان ويجب على السلطات في جميع الاقاليم في المملكه ان تتقصى حقيقه هذه الاشاعات الخطيره وان تتصدى لاصحابها، لانه يجب حمايه المستورد المغربي اللي دخل لنا الخرفان، وكذلك ضرب بين يد من حديد ضد كل من يشوه الاقتصاد الوطني، وكذلك المؤسسات ديال الدوله اللي كتصهر على جوده المنتوج اللي كيدخل للمغرب، جوده المنتوج، لان الخرفان اللي استوردهم المغرب كيتوفروا على بعض المعايير اللي هي معايير جد ملزمه للمستورد، وما يمكنش خروف يدخل للمغرب الا ما كانتش كتوفر فيها هذه المعايير هذه. بطبيعه الحال هناك اشاعات كتضرب حول انتاج هذوك الخرفان في الخارج اللي كيجيو من المستوردين، كتضرب في صلب المعتقد الديني، ولكن انا المعلومات اللي عندي بان الناس اللي استوردات المنتوجات السلطات ديالنا لزمت عليهم التاريخ نتاع دوك الخرفان منين جا، وما هي الحاضره اللي جات، كيفاش كلا واش شربوا، هذه مما توفر فيها جميع المعايير. وما نساوش بان اكبر دوله اسلاميه كنعتقد بانها العربيه السعوديه فين كيمشيو الحجيج، كنهضر نهار يعني نهار كيكون الحجيج كيكون تحت تجمع كبير ديال الحجاج، لان اكبر دوله اسلاميه كاين اندونيسيا وكاين دول اخرى، ولكن السعوديه مثلا نهار كلشي الخرفان اللي كيشريو تما كتجيبهم من اوروبا ومن استراليا، نهار هذوك الخرفان اللي كيتنحروا في بعد وقوف عرفه، وهم الملايين اللي كيجيو من اوروبا، وكلها تستوفي الشروط. وعلى هذه حرب اشاعه يجب ان تتصدى لها الدوله بحزم حول هاد الناس اللي كتلقوا الاشاعه. واعتقد بانه اي واحد يدخل لشي سوق من الاسواق فين كيتباعوا الخرفان المستورده وكذلك الخرفان المحليه غادي يسمع بودني هاد النوعيه ديال الاشاعه اللي كيطلقوها بالضبط الشناقه او السماصيره ديال الخرفان اللي باغيين بطبيعه الحال غادي يربحوا اموال طائله في هذه المناسبه ديال عيد الاضحى المبارك. سي سعيد، سؤال اخر هو من يتحمل المسؤوليه ديال الغلاء الباهظ في اسعار الخرفان خصوصا والمواد الاستهلاكيه والنقل بشكل عام، وما دور مجلس المنافسه والحكومه في تصدي التجاوزات التي تشهدها عديد من القطاعات؟ المسؤول الاول والوحيد باين عند المغاربه شكون هو سي سعيد؟ الحكومه اللي كيتراسها السي عزيز اخنوش، ولكن هنايا ما خصناش نلومو غير السي عزيز اخنوش، خصنا نلومو حتى السي عبد الاله بن كيران اللي خرج لنا مجلس المنافسه. حزب العداله والتنميه هو السبب الفضيحه الكبيره،
هو اللي جاب مجلس المنافسة، وجابنا مجلس منافسة حاصر الحكومة وخلى الأسعار تلتهب في الأسواق. علاش؟ قال لك باش ندير توازنات الماكرو اقتصادية في ميزانية الحكومة، لان هناك مجموعه لائحه ديال 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 المنتجات المغربيه، المنتجات اللي اصبحت تحت السيطره تاع مجلس المنافسه وخاضعه للعرض والطلب. وهذا الشيء داروا حزب العداله والتنميه، كان عليه ضغوطات ما كانتش عليه ضغوطات، داك الشيء حنا ماشي سوقنا، رئيس الحكومه الدستور واضح هو اللي كيتحمل المسؤوليه، عبد الاله من كيران جا موراه السي عزيز اخنوش اللي هي حتى هو مسؤول كبير في هذا المشكل هذا، لانه كان هو وزير الفلاحه لسنين عده. واليوم راه كان جاب لنا غير الصديق ديالو هو اللي داروا دابا وزير الفلاحه، راه منهم منكم واليكم لضمان استمراريه حقبه ديال السيد رئيس الحكومه اللي كان في وزاره الفلاحه. يعني هاد جوج هاد اللوبي الثلاثي هو المسؤول، ما كاينش شي واحد اكثر. كاينين الناس كيقولوا بان جلاله الملك وهاد المسائل هادو وهاد الاخر، هذه الدوله في شخص جلاله الملك. جلاله الملك فتح المجال الديمقراطيه والتشاركيه في تسيير الحكم في البلاد بهذا الاسلوب هذا. حنا يا الشعب اللي جبنا عزيز اخنوش، حنا الشعب اللي جبنا عبد الاله بن كيران، وعلى هذا هو اللي كيتحملوا المسؤوليه ديال غلاء الاسعار. مجلس المنافسه اللي هما مجموعه ديال القضاة، وهي مؤسسه كتراقب الشركات نتاع الدوله وحريه المنافسه وكذلك حريه الاسعار، ولكن تما واحد الفصل اساسي اللي ما بغاش يستعملوا رئيس الحكومه، وهو يحق لرئيس الحكومه ان يضع يده وان يوقف عمل مجلس المنافسه لمده 6 اشهر في اي منتوج، ويلزم الاثمنه اللي بغات الحكومه لمده 6 اشهر. هاد 6 اشهر هذه جد مهمه من اجل ضمان التوازنات الماكرو اقتصاديه في المغرب. السيد الحكومه ما بغاش يديرها، اذا يتحمل المسؤوليه. السيد الحكومه ما بغاش يديرها، يتحمل المسؤوليه. في نفس الوقت الاستراتيجيه الفلاحيه اللي دارت في المغرب، اللي هي الاستراتيجيه اللي كان كيسهر عليها السيد رئيس الحكومه باش يبان وزاره الفلاحه، ياك هي اللي خلقات هذه المساله هذه، اضافه على واحد المشكل اخر ديال غلاء الاسعار، وهم اللوبيات الحقيقيه اللي شادين في زمام ديال الامن الغذائي ديال المملكه المغربيه. هاد البرجوازيه اللي كيتحكموا موجودين في البرنامج، موجودين في الحكومه، موجودين في وسط الاحزاب السياسيه، وموجودين في مجموعه ديال المناطق. هاد الناس هادو راهم كيصدروا المنتوج المغربي للخارج، كيصدروا المنتوجات المغربيه للخارج، وكنجيو كنتكلموا كنقولوا بان هاد المنتوجات المغربيه اللي كتخرج للخارج كتنعش الخزينه ديال الدوله بالعمله الصعبه، وانا كناكد لكم بان كذوب، ما عندها ما تنعش، لان 32% ديال العمله الصعبه كتبقى في الخارج. هذه بقوه القانون، هذه بقوه القانون. لهذا كاين كنعرفوا ناس فتحوا حسابات بنكيه مثلا في جهه الشرق في روسيا كيبيعوا فيها الكليمونتين. كاينين ناس كتلاعب في السوق الاوروبيه وكتبيع باقل الاثمنه في الفواتير رغم انها كاين مشاكل اخرى هنايا. هاد المسائل هادو كامل كتبين واحد الخلل هيكلي تنظيمي تسييري من قبل الحكومه، وبانها هاد الشيء كينعكس على القدره الشرائيه ديال المواطن، كينعكس على القدره الشرائيه ديال المواطن. هذا هو المشكل الخطير، وهذا هو المشكل الحقيقي. المسؤول الاول على هاد الشيء هذا كامل هو رئيس الحكومه، لان الحكومه من حقها توقف واحد المنتوج ودير له تحط عليه اليد ودير له الطريفه ديالو لمده 6 اشهر قابله للتمديد، يعني يمكن لها توصل سنه قابله للتمديد، تحط عليها اليد ودير لها التعريفه اللي بغات وتبيعها للمواطن المغربي وتوصلوا مدعمين من قبل الحكومه. ولكن بطبيعه الحال الحكومه الحاليه ما دارتش هادشي، وحنا يمكن لنا، انا كرئيس منظمه حقوقيه اللي بغى يجلس نتناقش وندير وجها لوجه ونحط النقط على الحروف، فاننا مستعدين ان نناقش الحكومه.
رغم ان حكومه حنا باينه حكومه متكبره كتقرب عندها غير الناس اللي بغات وكتدعم غير الناس اللي بغات وكتسهل الامور غير الناس اللي بغات. الناس بحالنا حنايا ذات توجه ذات توجه صحيحي كيقولوا هاد الناس ما كاينينش معنا في الركب بطبيعه الحال كيحاولوا غادي يهمشونا باش ما نوصلوش الكلمه والحقيقه، رغم ان المواطن المغربي المثقف والواعي يمكن له يرجع القانون المنافسه ويقراه، غير يقرا قانون المنافسه يعرف ان الكلام ديالي اللي قلته صحيح، بان من يتحمل اليوم المسؤوليه هي الحكومه. كاين في مجموعه الحوايج، وفي نفس الوقت كاين حريه الاسعار وكاين العرض والطلب، هذا من واحد الجانب، وكاين واحد الجانب اخر، واحد الجانب اخر مثلا مجموعه ديال التعريفات اللي هي محدده بقرار حكومي وما فيهاش وما عندهمش الحق يعرضوا الطلب. مثلا قطاع الصحه، قطاع الصحه عنده التعريفه ديال الدوله، لا القطاع للقطاع العام لا القطاع الخاص. وإلا مشينا دابا هنايا لجميع القطاع، نخليو القطاع العام شو القطاع الخاص، نلقاو كلشي زايد في التعريفه، هذه تعريفه. واحسن دليل على ذلك منين يمكن تاكد الحكومه بان الاطباء زايدين في التعريفه، غادي تمشي غير لا سينيسيس وتشوف الوراق شحال معمرين عباد الله تما، غادي تلقي بان لا كونسلتيان ديال الاخر نتاع الطبيب مرتفعه على التعريفه القانونيه، يشد غير ورقه لا سينيسيس ويقاد الامور ديالو. اما خلينا الناس اللي ما عندهمش لا سينيسيس وخلينا الناس اللي ما كيخلصوا مباشره غادي يبان الاخر. نمشيو للنقل، الترونسبور، الترونسبور اللي هو خاضع للمراقبه من قبل عمال جلاله الملك في الاقاليم، جميع الترونسبور ترتفع للدبل بدون قرار عاملي في المغرب كامل، بما يبين يعيش العشوائيه. اين هو من يطبق القانون؟ حنايا كجمعيه حقوقيه راسلنا السيد جناب وكيل الملك في موضوع ديال النقل بمحكمة الابتدائيه بالناظور، المراسله عندنا رسناه واعطينا له الوثائق واعطينا له حتى التعريفه، وقلنا له بان النيابه العامه مسؤوله على مراقبه الاسعار والغش، وحنا حطينا له شكايه، اؤكد لك بانه لم يتم تحريكها، درنا له تبليغ ليس بشكايه بل تبليغ، قمنا بتبليغه على جنحه ارتفاع الاسعار الغير قانوني. ارتفاع الاسعار الغير القانوني، لان الاسعار في الاخر الاسعار ديال الترونسبور بوبليك واحد كيحددوا بقرار عاملي، والسلطات الاخرى اللي هما مجموعه ديال ضباط الشرطه القضائيه هما اللي كيراقبوا هذا الشيء، هذا حتى واحد منهم ما كيراقب. التعريفه ولات مضاعفه، الحاجه نتاع 4 درهم ولات 6 درهم، والحاجه نتاع 10 درهم ولات 20 درهم. وفر النيابه العامه حتى هي ما دخلاتش، حتى هي مسؤوله. ويقول لك راه ما جاتنيش شكايه، بحال النيابه العامه ما عايشاش مع المغاربه، بحال الوكيل العام لرئيس النيابه العامه ماشي مغربي، ما كيركبش ترونسبور بوبليك، ما كيعيش، ما عندوش خوه، ما عنده عمو، ما عنده حتى واحد اللي يقول له راه الطريفه طلعت. نورمالمون هادشي خصو فتح تحقيق ونشوفوا شكون اللي رفع التعريفه. هادو هما المشاكل، بما يبين كاين تسيب حقيقي للهدف ديالو الاساسي وهو حلب المواطن المغربي. ما كاينش من يحمي المواطن المغربي.